أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير، أبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. معك في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد. أهلا بك. وهذه العناوين التي اخترناها لكم. من الصحف الإسرائيلية، صحيفة إسرائيل هيوم، لحظة الحقيقة لإيدشتين. ومن صحيفة جيروزلم بوست، إسرائيليان يتوفيان ونتنياهو يخطط لقيود جديدة متعلقة بالكورونا. أما من الصحف الفلسطينية، صحيفة الحياة جديدة، ملحم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الصحف العربية، صحيفة الشرق القطرية، البنتاغون تحذر من انهيار اجتماعي في بعض الدول. وننهي مع الصحف العالمية، صحيفة آسا الإسبانية، نراكم في عام 2021. نبدأ مع الصحف الإسرائيلية. من صحيفة إسرائيل هيوم، العنوان لحظة الحقيقة لإيدلشتين، والعنوان في صحيفة دي جيروزلم بوست، مغربي درس التعددية. نعم، إسرائيل لا تدري أي الأزمات هي الأخطر في هذه المرحلة، أزمة الكورونا أم أزمة الفراغ السياسي الذي تعاني منه الدولة منذ ديسمبر قانون ثاني 2018، حينما أعلن عن أن الحكومة والكنيسة هي حكومة انتقالية، حكومة تسيير أعمال والذهاب إلى انتخابات مبكرة. منذ ذلك الحين، أي منذ عام وثلاثة أشهر، إسرائيل تعيش في حالة فراغ، لا حكومة ثابتة ولا الآن أيضا هيئة تشريعية كنيسة شاغرة. العنوان في إسرائيل هيوم يقول لحظة الحقيقة لإيدلشتين. إيدلشتين هو يولي إيدلشتين، رئيس الكنيسة، رئيس البرلمان الإسرائيلي. الآن يعني نعرف ماذا قرر إيدلشتين. إيدلشتين استقال صباح اليوم من منصبه، هو قام بجزء من ما توقع منه. الآن هو استقال لكنه لم يحدد جلسة لاختيار بديلا له، بمعنى ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف هو كسب الوقت وإطالة وجوده في منصب رئيس الكنيسة لكي لا يتم استبداله على الفور بمندوب كحول لافان، وسنأتي على هوية الشخص الذي تريد كحول لافان أن توكل له مهمة رئاسة الكنيسة. ولكن هنا حرب أعصاب، حرب على الوقت، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل، المؤسسات الإسرائيلية تدفع الثمن. خطاب الاستقالة لإيدلشتين كان قاسٍ ضد الهيئة القضائية، ضد المحكمة العليا. وتخيل بليغ، هناك من يقول في الشارع إيدلشتين أرسل رسالة أنه لن يقوم بتطبيق قرار المحكمة الإسرائيلية. الآن أنت، المحكمة ستغرمك غداً غرامة مالية لأنك خلفت السرعة، وستقول أنا مواطن سأحذو رئيس الكنيسة الذي رفض تطبيق قرار المحكمة ولن ينفذه، أنا لن أنفذه. لن تدفع هذه الغرامة أو لن تدفع أي عقوبة أخرى فرضت عليك. هذه حالة من الفوضى لم تعرفها إسرائيل. يعني سيناريو أن يقوم رجال الشرطة باعتقال إيدلشتين لرفض قرار تطبيق قرار المحكمة وليس وارد. هذا ليس واردا. وما تبقى أمام كحول لافان هو الذهاب مجددا إلى المحكمة العليا لتفرض على إيدلشتين عقد جلسة لانتخاب رئيس، علما أنها كانت قد قررت هذا قبل يومين، ولكن تجاهل إيدلشتين هذا الأمر. حينما نقول أن إسرائيل في أزمة غير مسبوقة في تاريخها، رئيس الكنيسة، رئيس أعلى هيئة تشريعية، يقول أنه لا يأخذ بالحسبان مكانة وقرارات الأعلى هيئة قضائية في الدولة. وهذا يدفع السؤال، لماذا لن يعاقب إيدلشتين وأنا وأنت إذا ما تجاهلنا قرارات المحكمة بحقنا من دفع غرامة بسبب مخالفة سرعة أو الضريبة، ضريبة أنا لا أريد أن أدفع الضرائب، وإذا ما لم أقم بدفعها هل ستتخذ ضدي إجراءات؟ إذا ستتخذ ضدي إجراءات، لماذا لم تتخذ إجراءات ضد رئيس الكنيسة؟ الفوضى لم تعيشها إسرائيل. الآن في سياق هذا الأمور، هناك شخص، هوية الشخص، هناك شخص ممكن يبدل، متوقع أن يخلف إيدلشتين بعد هذه العاصفة، وهو مائر ليفي، يهودي من أصول مغاربية، سيرأس الكنيسة عن الأغلبية البرلمانية الجديدة. لا ندري حتى هذه اللحظة متى سيتم انتخابه، لأن إيدلشتين يحاول تعطيل
الكنيست. توقع بليغ يعني تخيل بليغ الحكومة معطلة والكنيست معطلة ولا أحد يريد للسلطة القضائية أن تتدخل لتنقذ الدولة من هذا العطل. ولكن مير ليفي هو كان بالماضي رئيس بلدية، كان مدير لمدرسة، وبالنسبة لكخولفان هو يعرض هذا الدمج بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. نعم. هذا هو الوجه الجديد لإسرائيل. نعم، يعني في ظل هذه الأمور تستمر الأزمة السياسية والجمود السياسي في إسرائيل. فالعنوان هنا من صحيفة معاريف: يحسنون من مواقفهم وينظرون في حكومة وحدة وطنية. ومن صحيفة آرس: برنامج كحولفان بدل حكومة وحدة دعم الحكومة في وقت أزمة الكورونا، ومن جهة أخرى يكثفون من سيطرتهم أو من قوتهم في الكنيست. بداية بليغ، أنا أريد أن أصحح نفسي، رئيس الكنيست المتوقع ومائر كوهين وليس مائر ليفي، فعذرا. بالنسبة للعنوان في صحيفة معاريف: يحسنون مواقعهم، بالفعل كخولفان حسن وحصن من موقعه قبيل أو خلال المفاوضات مع الليكود، لأنه قام بالسيطرة على لجان الكنيست، والآن هو يفاوض الليكود من منطق قوة أن لديه الرئاسة غالبية اللجان في الكنيست. نعم. السؤال: هل سيوافق الليكود على الشروع في مفاوضات حقيقية، بينما كخولفان بخطوة انفرادية استفرد برئاسة اللجان البرلمانية المهمة؟ والعنوان في هآرتس هو مثير، أن كخولفان في هذه المرحلة لا يفكر بتشكيل حكومة، وإنما دعم حكومة نتنياهو والإبقاء على مواقع القوى في الكنيست. وهذا في طياط هذا العنوان يقول أن كخولفان رغم أغلبية 61 يعرف أن لا توجد لديه القدرة على تشكيل حكومة، لأن بداخله هناك عناصر يمينية ترفض أي شراكة مع القائمة المشتركة، ولا يوجد أي حل آخر، يعني أو حكومة وحدة وطنية. الطريق المسدود هو الآن سيد الموقف. وننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم: المشتركة في رأس لجنة مسؤولة عن التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية على حد تعبيرهم. وأيضا من نفس الصحيفة: وصمة العار لكحولفان. الصحيفة المقربة من بنيامين نتنياهو واليمين الآن تحاول الضغط على كحولفان من جهتها. نعم، ذكرنا أن كحولفان لا يمكنه تشكيل حكومة لأنه لا يستطيع إقناع كافة أعضائه الموافقة على حكومة تسانده فيها القائمة المشتركة. ولكن في إطار الوصول إلى الأغلبية البرلمانية، كخولفان منح القائمة المشتركة رئاسة لجنتين في الكنيست، وهذا أثار جنون اليمين في إسرائيل وأثار جنون كتاب المقالات أيضا في صحيفة إسرائيل هيوم، صحيفة اليمين. العنوان الأول في إسرائيل هيوم: المشتركة برأس قائمة مسؤولة عن معالجة ضحايا الإرهاب. ضحايا الإرهاب، القائمة المشتركة تتهم بأنها تدعم الإرهاب. أسندت إلى القائمة المشتركة رئاسة لجنة الرفاه الاجتماعي. هذه اللجنة من بين الشرائح المجتمعية التي تعني بها العائلات الثكلة، العائلات التي تفقد أبنائها في عمليات أو في الحروب. وتتساءل الصحيفة: كيف لنائب عربي أن يرأس لجنة ستبحث بميزانيات على سبيل المثال لهذه العائلات الثقلة؟ وأنا لا أفهم السؤال إلا إذا ما افترضنا أن بالفعل إسرائيل هيوم محقة أن رئيس اللجنة لأنه عربي فهو داعم للإرهاب فلا يصلح لرئاسة لجنة كهذه. وتزيد الصحيفة وتصف هذه الخطوة بوصمة العار: ولو كنت تعرف أن في صفوف أحزاب اليمين هناك من اتهموا وسجنوا بسبب قيامهم بعمليات ضد فلسطينيين، هذه ليست وصمة عار، ولكن أن يرأس عربيا قائد لجنة في الكنيست فيصبح الأمر إلى وصمة عار. الآن نعود إلى جيروزلم بوست: إسرائيليان آخران توفوا بينما يخطط نتنياهو لمزيد من التقييدات. إذن نعود هنا ونتحدث عن أزمة الكورونا. نعم، والأعداد في إسرائيل في تزايد مع ازدياد عدد الفحوصات والاختبارات الطبية التي تجرى لمواطنين إسرائيليين. نرى الأعداد ترتفع الآن، وعند لحظة تسجيل البرنامج نحن نقترب من 2050 مصابا إسرائيليا، وأتوقع عند لحظة بث البرنامج سيكون العدد قد ارتفع. وأيضا العدد عند تسجيل البرنامج هو 3 وفيات في إسرائيل، والتوقعات بأن يزيد 5 وفيات وأن يزيد هذا العدد. ولكن هناك
هناك إجراءات جديدة منها زيادة القيود على حركة المواطنين بالي. نعم، وعلى هذا الموضوع يعني هنا في صحيفة معاريف علي جدل حول الإغلاق، وأيضا من صحيفة إسرائيل هيوم لا خروج من البيت اليوم من المتوقع في الليل، أن يعني التعليمات الجديدة أن تدخل حيز التنفيذ والشرطة تقوم بعملها. وهناك نقاش، العنوان في صحيفة معاريف إغلاق بالجدل، لأن هناك رغبة لوزارة المالية الإبقاء قدر الإمكان على مرافق الحياة فاعلة وشاغلة لكي لا تنهار إسرائيل اقتصاديا ولا ينهار المجتمع الإسرائيلي. وهناك نقاش أيضا داخل وزارة الصحة، هل هذه الإجراءات الصارمة هي يعني منطقية أم لا؟ فهناك نقاش حول حجم هذا الإغلاق، ولكن العنوان في صحيفة إسرائيل هيوم يعكس التوجه العام للسلطات الإسرائيلية عدم الخروج من البيت، أي فرض أكبر قدر ممكن من الإغلاق والإجراءات. والآن نبقى مع صحيفة إسرائيل هيوم في عنوان آخر، الجيش يساعد في منتوجات غذائية وأدوية لمنازل كبار السن. هذا الأمر الذي فعلا يعني كان محطا للجدل في بما أنه سيتم فرض القيود على خروج الناس من بيوتها، والمسنين هم أكبر الشرائح عرضة لهكذا قرار، بالإضافة إلى هم أكبر الشريحة عرضة للإصابة بهذا المرض. فالحل كان أن توصل القوات العسكرية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي أن يوصل لهؤلاء المواد الغذائية. نبقى في إسرائيل هيوم، تكلفة الأزمة بين 90 إلى 130 مليار شاكل، وأسف العنوان من صحيفة معاريف، تقدير مليون عاطل عن العمل حتى عيد الفصح. نعم، سأبدأ بهذا العنوان الثاني بليغ، العنوان من صحيفة معاريف، أن التقديرات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى مليون، بمعنى سيقترب من 20% من المواطنين في إسرائيل. وكانت نسبة البطالة في إسرائيل حتى اندلاع هذه الأزمة أقل من 4%، بمعنى أن البطالة بإسرائيل تضاعفت بخمسة أضعاف منذ بدء هذه الأزمة. وعيد الفصح الإسرائيلي هو عيد الاستهلاك، هو عيد المشتريات. أنت لن تذهب للشراء لسببين: حرية الحركة فرضت عليها قيود، والسبب الثاني قلة المال وضرب القدرة الشرائية للمواطن الإسرائيلي بسبب هذه الأزمة. ونبقى في البعد الاقتصادي، العنوان في صحيفة إسرائيل هيوم يتحدث عن أن ثمن تكلفة هذه الأزمة سيتراوح بين 90 مليار شيكل، أي ما يقارب 25 مليار دولار، إلى 32 مليار دولار. وهذا يعني هذه تكلفة باهظة. المخاوف الإسرائيلية هي قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي سريعا بعد هذه الأزمة. نعم، الآن ننتقل إلى صحيفة هآرتس، نقص حاد في أجهزة التنفس في غزة، فقط 144 فحص أقيم لكورونا في غزة. نعم، وهذا ليس العنوان الوحيد الذي يتعلق بالبعد الفلسطيني لهذه الأزمة في الصحافة الإسرائيلية. نعم، من جيروزلم بوست، تخوف فلسطيني من كارثة اقتصادية أيضا على نفس الموضوع. نعم، ولماذا الإعلام الإسرائيلي يهتم بهذا الأمور؟ لأنه يوقن أن تداعيات هذه الأزمة سواء على غزة، ونحن نرى الحديث يدور عن هناك مليوني شخص يعيشون في غزة، ولكن فقط 144 فحصا جرى لمواطنين غزيين بسبب انعدام القدرة الطبية، بسبب انعدام المواد الطبية، بسبب انعدام المختبرات، بسبب انعدام أجهزة التنفس في حال كانت هناك حالات بحاجة لهذه الأجهزة. لذلك تخشى إسرائيل من انفجار الوضع في قطاع غزة، وهناك يعني دراسة داخل المؤسسة الأمنية كيف يجب التعاطي في حال انفجر الوضع في غزة. ولكن ليس فقط في غزة، نرى أيضا في الضفة الغربية، تقول صحيفة جيروزاليم بوست أن هناك مخاوف من انهيار الاقتصاد الفلسطيني. انهيار الاقتصاد الفلسطيني قد يترجم إلى توتر أمني وإلى تدفق مزيد من الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل. نعم، ومن هنا ننتقل إلى الصحف الفلسطينية، صحيفة الحياة الجديدة، ملحم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة قادمة من الولايات المتحدة. وأيضا من نفس الصحيفة، شتية يطلب من جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل العودة لمنازلهم حفاظا على سلامتهم
وعنوان ثالث الأسرى يشرعون بإجراء وجبات الطعام وإغلاق الأقسام وشتي يطالب الصليب الأحمر بتطبيق البروتوكولات الدولية لحمايته. نعم العنوان الأول يتحدث عن إصابة جديدة في الضفة وهي لمواطنة من قادمة من الولايات المتحدة، بمعنى أن السلطة تتابع كل الوافدين إلى أراضيها. بالنسبة للموقف رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يطالب بعودة العمال الفلسطيني، محمد شتي رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بعودة هؤلاء لأن جزء كبير منهم بقي للعمل في إسرائيل، والسلطة تخشى من أن حالة الإصابات في إسرائيل هي أكبر بكثير من الحال في الضفة الغربية، وأن يتم نقل العدوى إلى هؤلاء العمال الفلسطينيين الذين سينقلونها إلى داخل الأراضي الفلسطينية حينما سيعودون إلى مدنهم وبلداتهم الفلسطينية. والتوتر داخل السجون، الأسرى الفلسطينيين يخشون من تداعيات كورونا على وضعهم الصحي وبدأوا بإجراءات احتجاجية. هنا ننتقل إلى صحيفة معاريف. 54 أمر إغلاق للمصالح التي فتحت خلافا للتعليمات، وأيضا العقوبة من غرامة وحتى السجن. وأيضا من صحيفة الإيطالية كوريرا دي لا سيرا العنوان حظر وغرامات تصل إلى 3,000 يورو. نعم نرى أنه في إسرائيل كما في مناطق أخرى من العالم، في إسرائيل يتحدثون عن أن العقوبات قد تتراوح من الغرامة المالية إلى السجن لكل من يخرق الإغلاق، خاصة إذا ما كنت أنت في حالة حجر صحي ولم تحترم الحجر الصحي. وليس فقط في إسرائيل، إيطاليا أيضا تحاول محاربة هذا الوباء وفرض الإغلاق بفرض 3,000 يورو على كل من يقوم بخرقه. والآن إلى الصحف العربية. صحيفة الشرق، البنتاغون تحذر من انهيار اجتماعي في بعض الدول. نعم الولايات المتحدة، النقاش في الولايات المتحدة هو مثير. هناك أيضا رغبة من الرئيس ترامب من التقليل من حجم هذه الأزمة للحفاظ على الاقتصاد، ولكن الولايات المتحدة هناك بعد أمني واستراتيجي. كيف ستؤثر هذه الأزمة على دول تعتبرها الولايات المتحدة صديقة أو حليفة لها؟ كانت هناك تقرير أن دول فقيرة ضعيفة عربية وغيرها قد تنهار تحت هذه الأزمة. الانهيار الاجتماعي يعني عدم القدرة على الحفاظ على المجتمعات، الانهيار الاقتصادي الذي سيؤدي إلى تصدعات اجتماعية. وقد ينعكس الأمر أيضا ليس فقط على المجتمعات وإنما على الأنظمة وعلى الحكم في هذه الأنظمة. صحيفة المصري اليوم، مرحلة جديدة في مواجهة كورونا، بدء حظر التجول اليوم. نعم نرى مزيد من الدول تتخذ ولو باعتقادي بشكل متأخر بعض الشيء قرار الإغلاق. السؤال كيف يمكن أن نوازي بين قرار الإغلاق، ومصر اتخذت هذا القرار حظر التجوال ووقف المواصلات العامة وإغلاق المقاهي وإجراءات تتخذها الكثير من الدول. السؤال بين فرض الإجراءات وبين الإعلان عن هذه الإجراءات وفرضها، هذا هو السؤال الكبير. كيف للسلطات أن تتأكد من فرض هذه الخطوات، وهل هذه الخطوات تأخذ بالحسبان أيضا ضرورة الإبقاء على اقتصاد يعني حد أدنى من الخدمات الاقتصادية لكي لا ينهار الاقتصاد والمجتمع؟ نعم ومن الدول العربية إلى إسبانيا. صحيفة لاراثون الإسبانية، أكثر من 5,000 طواقم طبية أصيبوا بسبب نقص في المواد والموارد وأيضا صحيفة ABC إسبانية بدون خوف. بدون خوف أو بدون إجراءات وقائية. لاراثون تتحدث عن أن أكثر من 5,000 عنصر طبي أصيبوا، وهذه مأساة. أنت تريد من الطواقم الطبية أن تكون رأس الحربة في هذه المعركة، ولكن في دول كإسبانيا وإيطاليا نرى أن بسبب الأوضاع المالية لهذه الدول الطواقم الطبية ينقصها الوسائل الوقائية للتعاطي مع هذه الأزمة. أنت تتوقع من ممرض أو من طبيب أن يعالج مريضا ولا تمنعه وسائل الوقاية لكي يحتك بهذا المريض ويعالجه كما يستوجب الأمر. 5,000 إصابة من الطواقم الطبية في إسبانيا، هذا رقم رهيب. في إسرائيل هناك أيضا مئات الطواقم الطبية، أعضاء الطواقم الطبية في حالة حجر صحي بسبب شح الوسائل الوقائية. وABC الإسبانية أيضا تقول بدون وسائل وقائية وبدون
ولكن تتعهد الطواقم الطبية أن تستمر ولن تتوقف. نعم، نتجه شرقا إلى الهند. صحيفة The Hindu العنوان: عند وصول كوفيد 19 إلى 10 وفيات، رئيس الوزراء يعلن عن إغلاق لمدة 21 يوما. نحدث عن أكبر إغلاق في العالم، وهنا العنوان من صحيفة The New York Times: الهند تفرض إغلاق على 1.3 مليار شخص. كيف يمكن فرض الإغلاق على 1.3 مليار شخص؟ هذا يعني أمر خيالي لا تحسد عليه السلطات الأمنية الهندية وغيرها في دول العالم، ولكن في دولة كالهند يعني 1.3 مليار، كل شخص يخرق الحظر يمكن له أن يكون سبب في نقل وتفشي الوباء. يعني القرار الهندي يعكس عمق حجم هذه الأزمة بليغ. The New York Times هنا العنوان منها: اقتراب صفقة المساعدات بينما يدفع ترامب لتسهيل التقييدات. كما قلت سابقا، ترامب يعني يسعى إلى الإبقاء على الاقتصاد الأمريكي. نعم، لذلك هناك خلاف بينه وبين الكونغرس. الآن الحديث يدور عن قرب التوصل إلى اتفاق. ترامب يريد حزمة مساعدات مالية لكي لا ينهار الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال، ولن ينهار لكنه سيتضرر بشكل كبير. ولكن النقاش بينه وبين المؤسسات، عدا عن أنها مؤسسات ديمقراطية في مجلس النواب، لا تريد مساعدة ترامب، ولكن ترامب موقفه وأيديولوجيته أن هذه العدوى الفيروس كورونا لا تختلف عن أي وباء، لا تختلف عن أي مرض مزمن آخر في مواسم الشتاء على سبيل المثال. لكن هذا لا يهدد فرصة إعادة انتخابه، خصيصا أننا هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الكبير: كيف يجازي الشعب الأمريكي ترامب على علاجه هذه الأزمة؟ والسؤال: كيف ستخرج الولايات المتحدة من هذه الأزمة؟ هل سيبقى الاقتصاد متعافى مع أقل قدر من الخسائر؟ ونعرف أن الآن في الولايات المتحدة الأعداد في تزايد، سواء يعني عشرات آلاف المصابين وأكثر من 1000 حالة وفاة. كيف سينعكس هذا على ترامب؟ هذا هو السؤال الكبير بليغ. والآن صحيفة آس من الإسبانية: نراكم في 2021. وأيضا صحيفة ماي تشي اليابانية: اللجنة الأولمبية الدولية توافق على تأجيل الألعاب الأولمبية بسبب الكورونا. نعم، محبو الرياضة الذين انتظروا منذ العام 2016 الألعاب الأولمبية الجديدة في طوكيو، والتي كان من المفترض أن تجرى هذا الصيف، عليهم الانتظار للعام القادم. خيبة أمل كبيرة لمحبي الرياضة، ولكن الصحة، لأن هناك، أنت تعرف بالنسبة لإيطاليا وهي أكبر دولة من حيث عدد الوفيات، هناك من يعتقد أن الوباء انتشر بهذا الحجم في إيطاليا بسبب عدم حظر السلطات الإيطالية مباراة كرة قدم حضرها عشرات الألاف، وكانوا سبب في انفجار هذا التفشي للوباء في منطقة شمال إيطاليا. لذلك مع كل الرغبة بأن تنتصر الرياضة على كل الأزمات، ولكن حينما المعادلة تكون بين الرياضة وبين الصحة، فالصحة تحدث عن يعني أكثر من 33 مليون شخص ممكن أن يزور اليابان في هذه الألعاب. نعم، الآن صحيفة الشرق الأوسط السعودية العنوان: حملة اعتقالات تركية لرؤساء بلديات منتخبين. نعم، بعيدا عن كورونا، وربما من خلال استغلال هذه الأزمة، الأوضاع في تركيا، الأوضاع السياسية لا زالت غير مستقرة. الحرب بين الرئيس أردوغان وحزبه وبين رؤساء بلديات، سواء ينتمون إلى التيارات الكردية أو ينتمون إلى المعارضة، بحجة عدم التزامهم بقرارات الدولة وعدم التزامه بقرارات الحكومة. هناك من يرى أن الاعتقالات لهذه الشريحة من رؤساء المجالس المعارضة هي جزء من تصفية الحسابات السياسية الداخلية. ولكن لماذا من المهم للشرق الأوسط أن تكتب عن هذا الموضوع؟ الصحيفة السعودية تريد أن تبرز كل الأمور التي تعتبرها سلبية في تركيا، الخصم اللدود للسعودية. نعم، الشرق الأوسط نبقى معها، والعنوان: قتلى وجرحى بعد تجدد معارك في طرابلس. نعم، وهنا الشرق الأوسط لا تقول أن قوات المشير خليفة حفتر المدعومة سعوديا هي التي تتهم بأنها من خرقت وقف إطلاق النار، ولكن يعني هناك نداءات دولية لمناطق الصراع كاليمن وسوريا وليبيا، أن على الأقل امنحوا المواطنين في هذه الفترة قسطاً
من الراحة من هذه المعارك والطائرات والدبابات والمدافع التي تأكل الأخضر واليابس، بينما المواطن بحاجة بأمس الحاجة لنوع من الاستقرار يمكنه من الحفاظ على صحته وتأمين صحته وصحة الأقارب والأطفال. حتى هذا نداء غوتيريش من بالنسبة لليبيا وغيرها، ولكننا نرى أن حتى الآن الغلبة هي للسلاح وليس للمنطق، وسيدفع الثمن المواطنون مرة أخرى بليه مع الأسف بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ علي واكد خبير بشؤون الشرق الأوسط على تواجدك معنا في هذه الحلقة، وبهذا نصل لختام حلقة أخرى من العدد الأخير. نلقاكم غدا مع صحف وعناوين جديدة. إلى اللقاء.